هايبوثيروتيزم كوزس. هايبوثيروتيزم معناها كسر الغدة الدرقية. إيش هي الأسباب بتاعة الهايبوثيروتيزم، كسر الغدة الدرقية في الأدلتس في الكبار؟ تيومرز، الأورام. تيومرز هي أورام. إنفلاميشن، التهابات في الغدة الدرقية، يكون فيها التهاب. سيرجيكال ريموفال، يعني إذا كان مثلا الغدة الدرقية كبيرة وشالوا، بس شالوا جزء كبير أكثر من المفروض، مثلا سيرجيكال ريموفال، ريموف جراحيا. سيرجيكال يعني جراحيا، سيرجيكال ريموفال إزالة جراحية. أوتو أنتيباديز ذات ديستروي ذا ثايرويد، هاشميتو ثايرويدايتيس. أجسام مضادة ذاتية المناعة، يعني أجسام مضادة بتاع جسم الإنسان نفسها هاجمت الغدة الدرقية فحطمتها، وبالقدف الهاشميتو ثايرويدايتيس. الهاشميتو ثايرويدايتيس دايما إيش بيسوي؟ هاشميتو ثايرويدايتيس بيسوي كسر الغدة الدرقية بسبب أجسام مناعية ذاتية. أوكي، هاشميتو ثايرويدايتيس إيش what is causing، ده واحد من الام سي كيوز اللي تجي، بيسبب هايبو ثايرويدايتيس بسبب أوتو أنتيباديز. أوتو أنتيباديز يعني أجسام مناعية ذاتية. أنتي ثايرويد دراكس، الأدوية المضادة للغدة الدرقية، انترفير ويز أيودايد ترابينج، زي البريكلوريت نيتريت أن زيوسينات، دي اللي هم أدوية بتمنع اللي هو إمساكهم بالأيودين أيودايد، أور تعمل بلوك للأيودينيزيشن، تكفي الموضوع الأيودينيزيشن أن كابولينج، اللي هو زي البرو بايل زي راسيل ان ميزايا مازول. ميزايا مازول دي هي نوع من الدراكس، الادويه اللي هي بتمنع الايودينايزيشن بلوك، تعمل انسداد لموضوع الايودينايزيشن. ما يجي يود مانيفيستيشن اوف هايبوثايروتيزم. طيب ما هي علامات او الادله على وجود الهايبوثايروتيزم في الانفنت، البيبي اللي تو مولود؟ بيسمى الهايبوثايروتيزم الكريتينيزم، بيسمى كريتينيزم. ليتو كيف يكون الطفل اللي مولود بكسل في الغدة الدرقية؟ شورت ستيتشر، قصر في القامة. استندد جروس، قصر في القامة. منتال ريدارتيشن، بيكون متخلف عقليا. روف فيتشر، بتكون ملامحه خشنة. لارج تانك، اللسان بيكون عريض وكبير. لارج بردروتينج أبدومين، البطن بتكون بارزة. آن إمبلايكال هيرنيا، بيكون عندهم فتاك في السرة. فهما زي ما بنشوف هنا عنده لارج تانك، بيكون عندهم مينتال ريتاردشن، ويكون عندهم إمبلايكال هيرنيا، فتاك في السرة، بيكون عندهم فتاك في السرة. طيب بروترودينج أبدومين، الأبدومين كمان بنلقاها كبيرة، يعني شوف هنا الأبدومين بروترودينج أبدومين أو أبدومين ديستينشن، بيكون منتفخة البطن، ونسميهم كريتينيزم. كريتينيزم اللي هم عندهم هايبوثايروتيزم. بس شوف الطفل ده كده عنده هايبوثايروتيزم، عنده لارج تانك، عنده بيج أبدومين، وعنده إمبلايكال هيرنيا، ويكون عادة متخلفين عقليا من الريتارديشن. كمان هنا صورة للطفل تاني عنده big very big goiter. هنا دولة أطفال عندهم hypothyroidism، شوفوا protruded abdomen و umbilical hernia، وعندهم large tongue، نشوف عندهم large tongue، وكلهم بيكونوا إيش mentally retarded لأن عندهم نقص الأيودين congenital من وقت الولادة، بيكون عندهم rough فيتشر بتاعت وجههم بتكون rough كده خشنة. manifestation of hypothyroidism في الأدلت، في الكبار إيش اللي يحصل؟ swelling of the face، وجهي كده يكون منفخ. non-beating edema، بيكون في تنفخ في الرجول في اليدين due to accumulation of hyaluronic acid أنكودرتين سلفات leading to fluid retention، بسبب تجمع الهيرونيك أسيد دية والكودرتين سلفات بيؤدي إلى احتباس للسوائل fluid retention، يؤدي إلى حدوث الإيديما fluid retention.
harsh voice بيكون الصوت خشن husky and slow بيكون الصوت خشن وضعيف slow. yellowish tint of the skin result from accumulation of carotene in the blood smear carotenemia بيكون الجلد بتاعهم بيكون أصفر بسبب فيتامين A الكاروتين بيتجمع اللي هو بيسبب لنا الكاروتينيميا. كاروتينيميا can be distinguished from jaundice because the sclera are not yellow. أقدر بيكون الجلد أصفر وأقدر أميزه من الصفار اليرغان جونديس لأنه الإسكليرا بياض العين ما بيكون أصفر بيكون أبيض عادي طبيعي بس الجلد هو الأصفر. واحد تاني من المانيفستيشن بتاعت الهايبرثيرتينز في الأضلط فتيك بيكون في عكس الهايبر بيكون فتيك سليبي دايما بيكون أحسن سومنولنس يعني سليبي انتولرنس تو كولد ما يقدر يتحمل البرد ليه لأنه عنده لو بيزك ميتابوليك ريت بيكون الاستغلال بتاعه ضعيف براديكارديا ضربات القلب ضعيفة براديكارديا كونستيبيشن عكس الثاني تماما ذاك دايريا كونستيبيشن منتل دلنس بيكون ضل كده ما بيكون متهيئ لا قدر ما تزعل تكون في مشكلة تكون في برود شديد سلو منتيشن تفكير ببطء بور ميموري ذاكرة بتاعته ضعيفة كده عشان كده دايما الأطفال مثلا بيكون أو الكبار مثلا أحد يكون بيقول لك أنت عندك هايبوثيرتيزم يعني أو يقول لك روح قيس وظيفة الغدة الدرقية بتاعتك يمكن أنت عندك هايبوثيرتيزم ليه لأنك أنت ما تجاوب كويس أو بتنسى ميكسوديما مادنس بور ميموري يكون ميكسوديما دي اللي هي الإيديما اللي عندهم دي وبيكون زي يعني الذاكرة بتاعته ضعيفة رف دراي سكين الجلد بيكون خشن وجاف loss of hair بيفقد الشعر في الاوتر اي برو مثلا في الـ في الـ في الـ الاي برو في الحواجب الجزء الخارجي منها بيفقد فيه الشعر arteriosclerosis ليه بيكون بيحصل عندهم زي تجلطات بسبب الهاي كوليسترول الكوليسترول عكس الهايبر بيكون عندهم هاي كوليسترول نيسترال ديستيربانس كمان في بيكون عدم استقرار في الدورة الشهرية طيب طيب هنا دي نفس السيمتومز اوف هايبو سيروتيزم كنا من الهير يعني نبدا من فوق كورس اند ثين هير بيكون الشعر مجعد وضعيف الفيس الوجه بيكون نبدأ هنا في اليسار الفيس بيكون بيل شاحب وبافي آيز العيون متنفخة الهارت بيكون عنده سلو بلس النبض بيكون ضعيف الهاندز كولد هاندز تكون يدينه باردة وجافة سكين بيكون جاف ويت جين بيكون في زيادة وزن بيكون سمين عكس الثاني انتوليرانس تو كولد ما يتحمل البرد ديكريز سويتنج التعرق يقل cold dry skin بارد وجاف الجلد باول بالنسبة للإمعاء تكون عنده constipation امساك constipation يعني امساك muscle weakness in upper arms and leg بيكون عنده ضعف في العضلات بتاعت الجزء اليدين upper arms وفي legs بتكون ضعيفة في النك بلقى في goiter في الغدة الدرقية ظاهرة hoarse voice صوته كده خشن كده البرين بيكون عندهم منتل سلوينج يكون المخ ده بتفكيرهم بطيء يعني تسألهم سؤال بعد الزمن حتى يردوا عليك أبسي يعني برود كده تيرنست فتور دايما في حالة فتور وتعب السيمتومز يقولك دايما فتران دايما تعبان طيب تيرنست طيب قلنا الساينس العلامات ديك السيمتومز الأشياء اللي بيقولك الساينس والسيمتومز بتاعت الهايبوثيرتيزم تيرنست بيكون في فتور forgetfulness slower singing انسى دايما بيكون بينسى كتير والتفكير بتاعه بطيء moodiness irritability بيكون عنده mood يعني مزاجي depression اكتئاب inability to concentrate ما يقدر يركز كويس thinning hair and hair loss بيكون في ضعف في الهير وبيفقد الشعره بيطيح loss of body hair يطيح الشعر dry patch skin بيكون الجلد جاف weight gain في زيادة وزن cold intolerance ما يتحمل البرودة
اللي فيها كوليسترول، كوليسترول عالي، وبيكون عندهم family history of thyroid disease، يكون عندهم في الأسرة في مرض بتاعة الغدة الدرقية. puffy eyes، العيون متنفخة، تكون اللارج ثايرويد، الكويتر، الغدة الدرقية متنفخة. hoarseness، steeping of voice، صوت بيكون خشن. persistent dry or sore throat، يكون كده في حلق يكون جاف، دايما في ألم في الحلق. difficulty swallowing، نفس الشيء بيحصل مع الهايبر، لأنه هي الغدة ضغطة على المريء، ففي الحالتين بيكون في difficulty swallowing. slower heartbeat، لأنه هو أصلا في الهايبوثيروتيزم كل شيء منخفض، كل شيء منخفض، حتى اللي هي المشي بتاع الامعاء constipation، يكون عندهم امساك. الهارتبيت تكون لو، بيكون عندهم المود لو، التفكير بتاعهم لو، كل حاجة عندهم لو. muscle weakness وcramps، يعني تغلصات في العضلات. infertility، اللي هي infertility أشياء، اللي هي العقم. menstrual irregularities، الدورة تكون غير منتظمة. heavy period، بتجيهم كثيرة heavy period. طيب هايبوثايروتيزم، شوفوا بيفور وآفتر، شوفوا قبل كان كيف العيون دي متنفخة، هنا عيونها بقت أحسن. بعدين الشعر كان كيف خفيف، أحسن الشعر، شكل الوجه كله صار أفضل في المرة تانية. ده في الهايبو، وده كمان هايبو، شوفوا بالذات تنفخ العيون، البافي آيز، هنا أفضل بعد العلاج. إفكت أوف ثيرابي كلينيكال هايبوثايروتيزم، شوف البنت دي كيف شكلها لما عندها كسل في الغدة الدرقية، وهنا بعد العلاج بري تريتمنت، وهنا بعد التريتمنت افتر وبيفور. شوفي زي كذا كيف الوجه كان متنفخ، وهنا بعدها كيف كان، شوف الايز، شوف الشعر، كل الاشياء تغيرت. ثانك يو فور يور اتنشن. لا تنسوا الاشتراك في القناة حتى يصلكم كل جديد.